خلاص نقوم نشوف عمل ايه. لقى مراته مع عاشق اتخانق معاه وحدفها من فوق السطوح فمات. جيت حامى في المعلم، المعلم رفض انه يتستر على مجرم وقاتل. انا مراتي عايشة وهداك جاي منكم البوليس، لان كل الناس تعرف حياتكم يا كلاب. عايشة ايه يابا؟ عايشة ايه؟ دي زمان بتاكل رز بلبن مع الملايكة فوق. لا بتقول عايشة. عايشه ايه يا بابا ده؟ وبايديا وانا اللي عينت الجثه. كلاب كلاب كلاب. محكمة حضوريا على المتهم للأشغال الشاقة المؤبدة. ليه سكتت طول الجلسة؟ ليه ما قلتش الحقيقة؟ ولو قلت كان حد هيصدقني؟ بس ده حكم ظلم. القاضي حكم باللي سمعه وربنا هيحكم باللي شافه. أنا هنتقم منهم باللي في قلبي. في يوم من الأيام هنتقم منهم وانا ملبسهم الكلبشات دي في ايديهم. ابراهيم لو انت صاحبي وحبيبي حقيقي اقتل مرسي. ايه اللي بتقوله ده؟ اقتله قبل ما يكبر ويلاقي نفسه عايش في غابه مليانه وحوش ومجرمين هينهشوا لحمه وكسروا عظمه. انت بتقول ايه يا جابر؟ طب ابوس ايدك. ما تعلموش الاخلاق، علموه يطلع مجرم شراني وكل يوم كل يوم احكي له على اللي جرالي انا وامه عشان يوم ما اطلع من السجن يحط ايده في ايدي ونصفي حسابنا مع كلاب. لا يا جابر لا، مرسي هيتربى كويس وهيبقى حاجة كبيرة زي ما اتمنيت له انت وامه. اتفضل بقى كده. اعمل اللي قلت لك عليه يا ابراهيم. هات يزورني دايما في السكة ويشوفني مسلول ورا الغضبان عشان النار تفضل قايدة بقلبه لحد ما اخرج. طلعوا مجرم يا ابراهيم، طلعوا مجرم 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 مجرم. يا
فضلك يا معلم. نعمين. زمان في الحي ده كان في معلم اسمه القوسي بيشتغل في المينا شحن وتفريغ. يا ترى سمعت عنه؟ طبعا سمعت عنه. عقبال عندك، ده اكبر تاجر في البلد، ده بيلعب بالملايين لعب. ما شاء الله. وكان ليه واحد صاحبه في الاتحاد الاشتراكي اسمه سالم بيه. لسه في الاتحاد الاشتراكي؟ الاتحاد الاشتراكي تعيش انت من زمان، وسالم بيه بقى عضو في البرلمان. الله، بالعافية. انت ما عندكش فكرة عن اللي بيحصل في الدنيا ولا ايه؟ انا اصلي كنت مسافر في بلاد بعيدة، يا دوبك واصل النهاردة. تشكر يا معلم. السلام عليكم. زمان كان في واحد ساكن هنا اسمه ابراهيم النص، لسه موجود. ابراهيم النص؟ ايوه. انا بقالي ساكن هنا 15 سنه ما سمعتش على الاسم ده ابدا. مين بيسال عن ابراهيم النص؟ انت تعرفه؟ الا اعرفه، ده راجل طيب وابن حلال. انا اعرف المطعم بتاعه وبيته كمان. وبقى عنده مطعم؟ مطعم محترم، ربنا اداله على قد نيته. ممكن توصلني عنده؟ بس المشوار ده هيعطلني عن الشغل. كله بثوابه. يا بركة النبي. لا مش عارفني يا ابراهيم. معاك حق، من 25 سنة. جابر، جابر معقول؟ أنا مش مصدق عينيا. الحمد لله على سلامتك. خرجت إمتى؟ نتكلم على الباب يا إبراهيم. ها؟ لا طبعًا، اتفضل يا جابر، اتفضل. خايف لا تكون نسيت اسمي وشكلي. اخص عليك يا جابر، هو في اخ ينسى اخوه؟ وفي اخ يسيب اخوه مرمي في السجن 25 سنة من غير ما يسأل عنه؟ انا عمري ما نسيتك يا جابر، بس غصب عني. يا خسارة، حتى انت اللي كنت اقرب الناس ليا، اول الدنيا ما ضحكت لك والفلوس جريت في ايديك نسيتني، ونسيت ان ليا عندك اغلى امانة، ابني مرسي. أنا عمري ما نسيت يا جابر. ليه حرمتني من ابني السنين دي كلها؟ ليه ما خليتوش يزورني في السجن زي ما طلبت منك؟ أنا عارف إن التصرف ده كان فيه عذاب ليك، بس صدقني كان فيه عذاب ليا أنا كمان. لكن لكن إيه؟ اتكلم يا إبراهيم. كان لازم أعمل كده لمصلحته. وهو فين دلوقتي؟ مرسي فين يا إبراهيم؟ مرسي فين؟